قال لك خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. بغض النظر عن الجملة الغريبة دي، بس خلينا نقف وقفة كده ونرجع خطوة لورا قبل ما يتفرقوا الخالات بشوية. في أي عزومة، أي تجمع عائلي، أي قعدة، وانت قاعد كده بتلاحظ مجموعة أنواع من قرايبك لا يمكن تخلو منهم أي عزومة. أكتر نوع بياخد العين، بيشد الانتباه في عزومة القرايب دي، بتبقى خالتك القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة بنك الطعام. دي اللي بتلم كل الأكل اللي فاضل من العزومة، الحلو والحادق، الناشف والسائل، السخن والسائع، الأخضر واليابس، وتعمل طبق كبير لأشرف يا حبيبي اللي ما جاش معاها، وتبقى متأثرة قوي، عارفة بترص الأكل كده في الطبق عشان أشرف يا عيني قلب أمه وبتاع، عمالة تعمل له علب. الملفت للنظر إن أشرف ده عمره ما بيجي معاها أي عزومة من أول ما أنا اتولدت، ودايما يا حبيبي ما بيقدرش يجي لسبب ما. يا حبيبي يا أشرف شخصية أسطورية والله، يعني لدرجة إن إحنا بدأنا نشك في وجوده من الأساس. في بقى قريبك المحقق يبدأ يسألك عن خططك في المستقبل، مش هتشتغل بقى بدل ما أنت قاعد كده؟ انا اشتغلت يا اونكل. طب مش هتترقى بقى بدل ما انت شغال كده؟ لا انا لسه مترقي من اسبوعين يا اونكل. طب مش هتعمل ماجستير بدل ما انت جاهل كده؟ ما انا هناقش الدكتوراه الخميس الجاي يا اونكل. طب مش تخطب بقى ولا انت اتجوزت يا اونكل ومعايا يوسف وجمانه يا اونكل؟ طب مش تطلق بقى على شغل المحامي ماشي في اجراءات الطلاق يا اونكل؟ مش عارف تعمل ايه، مهما عملت لازم يحسسك بالتقصير والفشل. محبط، محبط جدا. هو اصلا ما كملش تعليمه ومرفوض من شغله، والديانه بيطردوه، وعمتي رافعه عليه قضيه خلع، وجاي حسسني انا اننا فاشل. في طبعا قريبنا اللي مهاجر كندا بقاله 25 سنة وجاي بقى الأجازة اللذيذة، فقاعد في العزومة، متجوز خواجاية غالبا، بتلاقي وشه مورد كده ويتكلم عربي مكسر، ومخلف بنتين مسميهم أسامي عربية جدا من باب الحنين إلى الوطن. تلاقيه عنده زليخة وزبيدة، فاهم، ويقولهم بالتشكيل طول الوقت. وتلاقيه جايب هو جاي هدايا مش منطقية خالص، يعني مثلا تلاقيه جايب لباباك طقم تنس بالكور، أو جايب لمامتك مايو صغير، وجايب لك مضرب بيسبول أبوك يضربك بيه بعد كده، عشان يعني ده بيبقى استخدامه غالبا. عندك طبعا مرات خالك مدام نظيفة، لا منظمة قوي، الفل قوي، قرفانة قوي، دي اللي بتسلم عليك بترطوفة ايديها كده وبعدين تشم ايديها، لو بوستها تقوم مسح البوست على طول، وش قدامك كسبش، تمسك كل حاجة بمنديل، الموبايل، النظارة، المفاتيح، تحس انها هتاخدهم ترفع من عليهم البصمات. وفي طبعا في اي عزومة الاتنين الستات قرايبك المتنافسين، دول اللي بيحولوا الصالة في كل مرة يتقابلوا فيها لصالة مزاد علني. واحدة تبدأ تقول مش تباركوا لرانيا جابت 95%، التانية بقى مبروك يا روحي عمر كمان جاب 96%، ما هي رانيا 97% بالحافز الرياضي واتخطبت كمان، ربنا يتمم بخير، عمر كتب كتابه الخميس اللي فات بعد ما أخذ بطولة الجمهورية في الجمباز، طب رانيا عملت الزايدة، وعمر بيغسل كلية مرتين في الأسبوع، إيه في إيه يا أخوانا؟ الله يسامحهم بتوع برامج المسابقات اللي كلت دماغه دي، ليه كده؟ في العزومة برضو قريبك المكسل، ده اللي تلاقيه دايما مجعوص على الكرسي كده أو نايم على الكنبة في وضع سقوط حر، يعني كأنه لسه واقع من السقف أو من الدور الرابع حالا، فرشح كده. قريبك ده أول ما يشوفك معدي قدامه لازم يقفش فيك ويطلب منك طلب رخم وهايف في نفس الوقت. حمادة حبيبي والنبي على وقفتك كده، هات لي نص كوباية 7 أب مع عود نعناع من الجنينة من هنا. أبو حميد وأنت لابس كده اخطف رجلك لحد عربيتي تحت، طلع الغطا من الشنطة غطيها كويس، وهات لي كل الريموتات هنا جنبي، وهات لي طفاية من المطبخ ولف لي سجارة، واعدلني كده، اعدلني في القعدة عشان أنا مكسل. ده اللي بابا بقى يرجع يقول لك في قعدة اعتاب كده، تسألش على عمك فلان ليه؟ يا بابا ما هو من عمايله يا بابا، أنا لو قلت له ازيك هيبعتني السلومة أجيب تين شوكي مثلا. في بقى العم أو الخال المجوداتي، أو ممكن نسميه نوستالجيا مان، حب قوي الحتة دي، ده وظيفته إنه يكرهك في الأيام اللي أنت عايشها دلوقتي. تقول له مثلا فلان قريبنا كسب النهاردة الحزام الأسود في الكاراتيه، يقول لك يا ولا انتوا بتشوفوه ده كاراتيه، ولا اللي بتشوفوه ده حزام، ولا الاسود ده اسود اصلا، طب الاسود ايه عامل ايه؟ ما الاسود ده لون، يعني هيتغير ايه؟ هيتغير ايه بمرور الزمن؟ هو عايز يحبطك وخلاص. ده انا وانا في سنك كسبت 5 حزمه في بطوله واحده، كان زمان بطولات. بغض النظر عن كلمه حزمه اللي هو بيقولها دايما، دي اللي بتبين ان هو ما يعرفش الفرق بين الكاراتيه وعبد المنعم ابراهيم، بس هو مصدق نفسه جدا. لو قلت له مثلا ايه انا جبت 100% في التاريخ، وبتقول لك يا هو اللي انتوا بتدرسوها دي تاريخ، غيروه حضرتك، يعني عملوا ايه؟ ممكن يعلي على نفسه يقول لك يعني هي ال 100% دي 100% بتاعتكم بتاعت اليومين دول، على فكره ده رقم ثابت. تقول له انا اتقابلت في ناسا وهسافر الفضاء، يقول لك يا هو اللي هتشوفوه ده فضاء، فين الفضاء بتاع زمان والحاجات الحلوه. بس ارجع واقول لك برضو اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد طبعا، واحنا بنحب اهلنا زي ما هم كده بكل غرابتهم وامراضهم، حتى امراضهم غريبه برضو، يعني اقول لها يا ماما تقول لي جاك مو، اقول لها يا بابا يقول لي جاك باو، او يا عم يقول لي عم الدبب. تخيل بقى حالتي وانا خارج من عزومة القرايب دي، عندي مو وبو وعمى الدبب، منظر غريب بس قرايبي وبحبهم.